مسيرتك كبيره يا كابتن، بس انت عنوان للاحترام. الحمد لله. يعني لما انا قعدت ادور على مقدمه، انا على فكره قعدت اكتب واقطع، عارف ان الفيلم، انا عارف شغلك. ففي الاخر قلت ارتجل، لانه الارتجال دايما بيدي الاحاسيس الحقيقيه. بس زملائي ساعدوني بصراحه كمان، لانه بقوا يفكروني، وقعدنا نتفرج على كل حلقات. اولا انا بشكرك ان حضرتك تلبي دعوتنا وعلى الهواء مباشره، بشكركم وتكون موجود معانا. بشكرك على الزماله، بشكرك على الاحترام، بشكرك على الانضباط، بشكرك انك غيرت من شكل لعيب الكره في مصر. والله احمد الحمد لله رب العالمين، انا اللي بشكركم، لان انا اذا كان ربنا انعم عليا باي يعني بالفضل وبالاسم سهره، هو ده اساسه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. المجموعه اللي انا لعبت في وسطها والاجيال المختلفه اللي لعبت معاها مع كل المدربين اللي اشتغلت معاهم، مع طبعا الجمهور العظيم اللي كان بيدعمنا وبيدعمنا زي بيدعمنا باستمرار. وانت يمكن قلت حاجه دلوقتي ان انا مش عارف اديتك نصيحه او اول درس. انا اتفرجت عليك من كام يوم، انت كمان اديت نصيحه، واديت نصيحه كويسه للاعب عندنا. الناس بتتناوله كده مع موسيماني، فانت قلت له ما عندكش غير الملعب وتتمرن وتتمرن جد، وفي الاخر هتثبت نفسك وفرصتك هتجيلك يعني. نعم. فدي برضه انت رساله اديتها للناس كتير. فانا ده احنا اجيال بنسلم بعض اللي اتعلمناه. انا اتعلمت الكلام ده زي ما انت قلت من الراحل الكبير كابتن صالح سليم، وانت اتعلمت من كباتن بتوعك الكبار زي ما انا اتعلمت منهم، ودلوقتي الناس بتاخد مننا يعني. فده النادي الاهلي، هو النادي الاهلي كده، مسيره حب ومسيره عمل وطموح دائم لما هو افضل يعني. كابتن خطيب، كنت في وسط كوكبه من النجوم، يعني انا مش عايز انسى اسماء، لكن بنتكلم على الراحل صفوت عبد الحليم، واعلم انك كنت بتعشقه. صفوت ده، بص صفوت ده من احرف اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي. كان اعرف من الخطيب؟ بقول لك من قبل شفتها في حياتي، انا ما شفتش الخطيب. خلي بالك انا بحب اتفرج على نفسي خالص. مشكله كبيره جدا عندي لحد دلوقتي. ما انا لو بتجيبوا لي حاجات كده فيها جوال انا ما بعرفش اتفرج. لا ده احنا عاملين لك حاجات النهارده، ما تقولش ما اعرفش اتفرج. صفوت ده بصراحه انا يعني بقول لك من احرف للناس. ممكن متذكره دلوقتي انيستا، بس صفوت هو اسرع من صفوت، اقوى، لكن صفوت احرف. والله حاجه الله يرحمه يعني. صفوت عبد الحليم ومصطفى عبده اكرامي وثابت البطل ومصطفى يونس ومختار مختار وطاهر الشيخ ومحسن صالح واحمد عبد الباقي وشطه وفتحي جمال عبد العظيم وعبد العزيز وزيزو. اسماء كبيره جدا، فانت داخل في وسطهم لما النجوميه لمعت بالشكل ده ما كنتش خايف؟ لان دول برضو نجوم كبار. بس الخطيب لدرجه انه مصطفى عبده يقول لك يا شعبي بيبو. ما هو بص للاسف احنا ضحكنا على جمله مصطفى بيقولها. نعم. الحب اللي بيربط بينا كمجموعه هو ده اساس نجاحنا يعني كلنا، لان انا اذا كنت نجحت فانا يعني النهارده يا جماعه مش اللي بيجيب جول هو صاحب الموضوع، اللي قطع الكوره واللي صد الكوره واللي باص الكوره واللي جري وعمل مجهود كبير جدا، في الاخر في ترجمه. فاحنا الحب اللي كان بيجمع بينا او ما زال بيجمع بينا كمجموعه اعتقد هو ده سر النجاح بتاع النادي الاهلي. محدش بيبقى قلقان، لكن حتى لو مصطفى عبده مثلا، مصطفى عبده مش عايز اقول لك يعني، وهو عنده حق، معظم الاجوال اللي انا جبتها من طريق مصطفى مثلا. نعم. يعني نعم. كويس. فمصطفى عبده ولاده لما يخش بيته يقولوا بيبو، يقول لهم يعني اذا كان انا في بيتي بتقلي بيبو. لكن الحقيقه انا كلهم زي ما قلت كلهم، الحقيقه انا بشكرهم جدا جدا، او الزمن راح لكن بشكر كل واحد فيهم. ان كان شرف ليا كبير ان انا يعني اتزامن معاهم جميعا.